يقول في إحدى المناسبات في حفل افتتاح بدأ الحفل بتلاوة القرآن وصفق الحضور للقارئ لما ذكر اسمه، ثم لما انتهى من قراءته أيضا قاموا بالتصفيق. يقول هل يجوز هذا عند تلاوة القرآن؟ هذا لا يجوز، التصفيق لا يجوز، هذا من فعل أهل الجاهلية، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق، تصفيق وصفير، هذه صلاة أهل الجاهلية، فلا يجوز إحياء هذه السنة الجاهلية. والقرآن لا يصفق عنده، هذا ما له أصل، وأيضا هو من فعل الجاهلية، ونحن نهينا عن التشبه لأهل الجاهلية. أيضا التصفيق للنساء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرجل لا يتشبه بالنساء، لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نحن لا نتشبه لا بأهل الجاهلية ولا بالنساء، التصفيق ليس للرجال. نعم.